تستمر لجنة الاشتراطات الصحية بأداء دورها في التأكد من تطبيق الجميع لكافة الإجراءات الصحية بتشديد العين الرقابية على مختلف الأنشطة. طبعا هذه التشديدات التي تتم مزاولتها في البلاد والأسواق التجارية والأسواق الموازية ومختلف الأنشطة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. لنتابع. تدور عجلات الحملات التفتيشية للجنة متابعة الاشتراطات الصحية باستمرار وبشكل مكثف على المجمعات التجارية بما فيها المطاعم والمقاهي ومختلف أنواع المحلات. جولاتنا تتضمن المنتجات الغذائية طبعا اللي هي محلات بيع المنتجات الغذائية بشكل عام، وكذلك طبعا في فترة السماح دائما في ازدحام على الكافيات والمطاعم بحكم ان فترتها محدودة، وطبعا الرواد يعني بشكل عام قد يأتون في فترات يعني متقاربة أو يعني بوقت محدد خاصة بعد دوامات أو غيرها من الوقت هذا، فلسبب هذا يعني نجد صعوبة بعض المرات إن الأماكن هذه تستوعبهم في وقت نفس الوقت. نشدد على المحلات على تطبيق النظام والالتزام فيه لأنهم عامل مساعد في هذه الخطة، وحنا يعني مراهنين على أنهم مع الجولات الكثيرة والتوعية أنهم بدأوا يفهمون الهدف من هذه الخطة وأن يلتزمون ويانا. وطبعا حنا نتكلم بشكل عام أن الفترة قد تكون قليلة لهذا المرض، إذا التزم الجميع بهذه الاشتراطات قد تكون صعبة في البداية، ولكن إن شاء الله مع الالتزام كل شيء ممكن يكون سهل وتكون الأرقام هي أكبر دليل. جهود بارزة تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة للحد من انتشار كوفيد-19 والتأكد من التزام الجميع بالتقيد بالقانون المعمول بها بالمجمعات التجارية والموازية. احنا في تطبيق الاشتراطات الصحية تبع الهيئة العامة للقوى العاملة قاعد نشوف التفتيش على الاشتراطات الصحية مع التزام أصحاب الأعمال في التفتيش اليومي، طبعا نعطيهم احنا اخطار بتلافي مخالفه اذا كان في تجاوز على المواد المقرره من وزاره الصحه، نعطيهم اخطار يوم بتلافي مخالفه، بعد يوم ان شاء الله نراجع عليهم، واذا في اي تجاوز في الاخطار طبعا نعطيهم مخالفه على طول. التزام بنسبه كبيره من اصحاب المقاهي وسط وجود حاله من الوعي باهميه الاشتراطات الصحيه والاستجابه لها. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.